ابننا هنا من الأخيرة جميعا، وأهل عمان بخاصة. مرة أخرى وبكل وضوح وبكل صدق وبكل إخلاص، بأن حياة الأردن ثمينة غالية، وكرامة الأردني وحقه في الحياة الآمنة على أرضه وعلى ترابه، وكرامة الوطن وهي فوق كل اعتبار. تعرض أحد أبنائنا لمحاولة آثمة استهدفت حياته، وعولج الأمر بما استحق. من التأكيد على أنه هكذا أساليب لا يمكن أن تقبل. دعموا صورة. يلا ابتسم، اضحك. واثروا كل الأسف لأن يعامل الأردن مثل هذه المعاملة، وبأن هذا لن يتكرر ولا بحال من الأحوال ولا في يوم من الأيام. وزير البنية التحرير. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يا مرحبا، كيف الأحوال؟ يا مرحبا، يا مرحبا، مع السلامة. أهلا أهلا.